أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. اليوم الأجواء جميلة والطقس مثالي في ملعب المباراة. محدثكم فارس عوض يسعد بصحبتكم للتعليق على مجريات اللقاء. على أمل بأن تلبي هذه المواجهة طموحات الجميع. الملكي ريال مدريد في مواجهة باريس سان جيرمان، نتطلع لهذه المواجهة ونتمنى بأن تكون مليئة بالمتعة والإثارة. جوريسكا، رودريجو، خطأ لمصلحة ريال مدريد. ولا فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة، ركلية لمصلحة الميرينجي، فرصة هدف أمام ليفا، رأسية في الهواء، يضع الكرة في الشباك، هو في الجو، ياكل الجو، ياكل الجو. شوف الهدف من جديد، شوف هذه العرضية المثالية لتصل بعدها الكرة خطيرة إلى ليفاندوفسكي ولينفذها ببراعة، كرة رأسية في المرمى. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. بيدرو نيتو، ليفاندوفسكي، ديونغ، كامافينجا، روبرت ليفاندوفسكي، انطلاقة هجومية لريال مدريد، راحت كرة فيها خطورة، فرصة لتعزيز تقدمهم من خلال الضربة الركنية. بيشتت الكرة في هذه اللقطة. تعامل سيء من اللاعب، الكنترول بالتأكيد لم يكن بالشكل المطلوب والكرة بتضيع. رودريجو، رمي التماس بعد تدخل واحتكاك. توني كروس، رافينيا عند الكرة، خطأ وركلة حرة في مكان قد تشكل خطورة. تير شتيجن يتألق، يتصدى، الكرة بتعدي من فوق العارضة. كامافينجا، واضح لديه ثقة في التقدم إلى الأمام. خرجت وتحولت إلى ضربة مرمى. ليوناردو بروتشي، رودريجو، الوقت البديل 5 دقائق، إذن كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية. الضغط العالي ناجح هنا، والآن ممكن أن تأتي الفرصة. إذن الصافرة تعلن نهاية الشوط المباراة الأول، استراحة قصيرة، نعود بعدها لنتابع أحداث هذا اللقاء. ينطلق الشوط الثاني من المباراة، البي اس جي منتظر من الكثير في هذا الشوط من أجل العودة في النتيجة. صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. فرصة خطيرة الآن في المرمى، الله على الروعة، هدف آخر يوسع الفارق لهدفين، تقدم مستحق في النتيجة. مع متابعة جديدة للهدف في الإعادة، شوف الانطلاقة، شوف الروعة، شوف المهارة، مجهود فردي متكامل وهدف استثنائي. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. دوغلاس لويز، رودريجو، راحت لدوغلاس لويز، رافينيا عند الكرة، ديونج يتمركز بشكل سليم وكرة مقطوعة. ليفاندوفسكي، انطلاقة من ليفاندوفسكي، شوف المساندة،
فرصة هدف الآن عند كروس، أوفسايد على ليفاندوفسكي. تغيير في صفوف ريال مدريد، الله على الضغط العالي، فرصة لتهديد المرمى، تصويب افتقدت إلى الدقة ومرت بالسلام على المرمى. بنجامين بافارد، دي يونغ، محمد صلاح، ساكاماكا. البي اس جي يهاجم الآن، خطأ لمصلحة باريس سان جيرمان. والآن مع ماسكيرانو، فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة. هدف تقليص الفارق كان متأخرا، لكن المباراة لم تنتهي بعد، ما زالت صافرة النهاية، ضغط كبير في اللحظات القادمة. تبديل الآن في صفوف البي اس جي، 9 دقائق ويطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء. سانشو، الكرة وصلت لماسكيرانو. ثواني أخيرة من عمر المباراة والبي اس جي يحاول أن يسجل التعادل. هافيرز، 3 دقائق مشاهدينا، لا أكثر كوقت مضاف. دفاع قوي، وتنطلق الآن الصافرة معلنة عن نهاية المباراة بفوز ريال مدريد. فارق